لا انا مش عارفه اتحرك. وسيم احنا ما ينفعش نفضل واقفين كده جنب الرصيف لحد بكره وخلاص. يا اسراء انا اصلا مش متاكد ان احنا واقفين جنب الرصيف، وبعدين انت عارفه قواعد اللعبه، لازم نمارس يومنا بشكل طبيعي. ما انا كنت ناويه بقى امارس يومي بشكل طبيعي وافضل واقفه كده جنب الرصيف لحد بكره. انت هتصيع على اللعبه يا اسراء. وبعدين على فكره النضاره دي جت في وقتها جدا، الشمس النهارده حارقه حارقه. سامعاني ولا ايه؟ سامعاك يا وسيم، وانا لابساها في ودني. وبعدين يا رب المصايب اللي ما بتيجي بتيجي كلها مره واحده، يعني شنطتي تتسرق وورقي وفلوسي وموبايلي وكمان يجري نضاره مش شايفه منها حاجه، غير ان انا متاكده ان انا شكلي وحش بيها. بالعكس بقى، ده انت شكلك بالنضاره قمر. انت كداب وبتفتي وبتجاملني، اصلا انت مش شايفني. ما انت بتسالي اسئله تعجيزيه يا اسراء، في ايه؟ وبعدين على فكره احنا عندنا حواس تانيه كتيرة قوي ممكن نستخدمها ان احنا نروح بيها الشغل. قول لي حاسة واحدة منهم نعرف نروح بيها الشغل، ايه بقى؟ حاسة الشم ولا ايه بقى؟ حاسة الحب؟ الإحساس؟ يا وسيم الله يخليك بلاش النهاردة بس عشان كتير. أنا بتكلم بجد يا إسراء، حاسة الحب والإحساس. مش فاكرة؟ فاكرة الكامب بتاع الفيوم؟ وبعد كده الكهرباء قطعت والنادي بقى قلب الضلمة. بس بس يا وسيم ما تعملش فيها باتمان بقى، عشان أنت كنت خايف ومرعوب من الضلمة أساساً. إيه يا إسراء؟ النور مكانه في القلوب. لا مكانه في الكوريدور اللي بيسيبه منور كل يوم يا جبان، وانا اللي بفضل اتقرص من ناموسه ساعات بيجي لي ارق بسبب النور. ايه يا اسراء الاحراج اللي انت بتقوليه ده؟ لا انا هوقف تاكسي، انا لازم امشي. تاكس تاكس تاكس. ايه يا اسراء والله تاكس. العظيم ما في تاكسي هقف لها النهارده، انسي، انا دارس المنطقه دي. انا اعتمد بقى على الجي بي اس وخلاص. سيري سيري ورينا يا سيري هتودينا على فين؟ في يا اسراء انت مالك عماله تضغطي عليا كده في ايه؟ ما انا كمان لابس نضاره ومش شايف اي حاجه. طب خلاص خلاص. لا بجد بقى. ما تعيطش حقك عليا خلاص. سيري. بصوا يا رجاله، عايز كل واحد فيكم لابس النضاره وما يقلق. مين؟ انا سعدون. مين معايا؟ انا مظلم. وما اقلعهاش لاي سبب مهما حصل. مهما حصل ما نقلعهاش. طب افرض عايز يعمل بيبي وانت محتاج عينك في ايه في الحمام يا غريب؟ ما تقلعهاش. والحمد لله ان التحدي جالنا بعد ما لقينا العقد، يعني تعبنا ما راحش هدر. الحمد لله ما راحش هدر. انا سامع رياكشن. ايوه انا بقي بيعمل رياكشن عشان الـ 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 العقد فين؟ ما العقد مش معانا. مش معانا ازاي؟ هو مش كان في ايدك؟ شوف كان شوف الكلام بيتقال ازاي، كان فعل ماضي. ما انت اصلي دخلتنا في موضوع النضارات، والبس النضاره واقلع النضاره وامسك دي. انا زفلت مني رميته فين؟ هنا هنا. ايوه انا شايف حاجه هنا. فين؟ في المكان اللي مش كنا في الاوضه دي ولا فين؟ هنا هنا. يوه سعدون ارحمني بقى. مفيش غير حل واحد. ايه الحل؟ هنبعت نجيب حد يكون سيجا وامان وما يكونش لابس النضاره، وهو اللي يجيب لنا العقد. واحد زي مين يعني؟ حد يكون منينا يعني كده زي الضنا غالي. ولدك كريم. كريم اللي انا جاي اسرق منه العقد، اكلمه يجي يجيب لي العقد فورا. قول فورا تاني. فورا. لا اكررها بس كتير. دي عجبتكم؟ هقول فورا. ده مش انا. فورا 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 خلاص مش هقولها تاني. اخلص خالص. ايه الصوت ده؟ ايه يا نهار اسود؟ زعيتر. يا لهوي زعيتر، ده انا ما عملتلوش نسخه مفتاح الدرج. يا نهار اسود. بس انا عندي فكره. غريب. ايه؟ اديني دماغك يا سيدي. يعني هتبوس راسي دلوقتي؟ انا مسامحك خلاص. اديني دماغك اهي. منظر. هو ايه اللي بيحصل؟ ايه الاصوات دي؟ شش. هوشت.